من الخرطوم ينضم إلينا محي الدين جبرين مراسل الغد. محي، ضعنا في صورة ردود الأفعال المعارضة وانعكاس ذلك اليوم، كيف سيكون اليوم في ظل اعتراض المعارضة رسمية واعتراض الشارع؟ أحب حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق أصدر قبل دقائق من الآن بيانا، يعني قال إن الإجراءات التي اتخذها البشير لا تعنيه في شيء، وقال الحزب في بيانه إنه يعني يقف وراء ما وصفها بمطالب الشارع السوداني التي لخصها في رحيل النظام بكافة رموزه على حسب البيان الذي أصدره حزب الأمة، وهو من أكبر الأحزاب السياسية المعارضة المؤيدة لتحرك نقابات المهنيين في السودان، والتي بدورها كانت استبقت موقف الأمة يعني قبل نحو 10 ساعات تقريبا من الآن، وأعلنوا أنهم سيواصلون تصعيدهم في الشارع حتى تحقيق هدفهم وهو رحيل النظام حسب البيان الذي أصدره تجمع نقابات المهنيين. أيضا يعني تابعنا قوى سياسية عديدة وعسكرية من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أصدرت بيانا أيضا قالت إنها تطالب جماهير الشعب السوداني لمواصلة ما وصفته بالنضال السلمي حتى رحيل الحكومة بكافة رموزها. إذن الآن القوى السياسية الرئيسية معظمها في السودان المعارضة تحديدا قد أصدرت بياناتها وقالت إنها متمسكة بالمطالب السابقة وهي رحيل الحكومة بصورة عامة ميدانيا. هبة، رصدنا على الأقل تنقل أرتال عسكرية لسيارات دفع رباعي، عليها جنود تنقلت في عدد من المواقع، يبدو أنها متنقلة من موقع إلى موقع، ولكن لم نلاحظ أي ارتكاز لها حتى الآن في موقع بعينها في مدينة أمدرمان، في أكثر من موقع، وفي الخرطوم واحد من الشوارع الرئيسية شرقية الخرطوم شوهدت عشرات من السيارات التي تحمل جنودا يرتدون أزياء تبدو أقرب للأزياء العمليات، ولكن حتى الآن لم نلاحظ أي ارتكازات جديدة أو مظاهر. يعني هل نستطيع أن نقول أن هناك دور للجيش السوداني في المرحلة المقبلة؟ بطبيعة الحال إعلان حالة الطوارئ الذي أعلنه البشير كما يبدو سيعتمد فيه إلى درجة كبيرة إلى الجيش، بدليل أنه شكل حكومة لكافة الولايات السودانية 17، يعني جميعهم من العسكريين في رتب تتراوح بين اللواء والفريق، وإن كان بعضهم ضباطا متقاعدين، ولكنها حكومات عسكرية من الدرجة الأولى، بعضهم أو معظمهم يعني ليسوا من ذوي الخلفيات الإسلامية. إذن هناك انتشار لعناصر الجيش كما أوضحت لنا أو كما يبدو في شوارع السودان، وهناك فرض لحالة الطوارئ، كيف يتفاعل أو كيف سيتفاعل الجمهور السوداني في الشارع مع هذه الإجراءات في ظل دعوات الأحزاب والقوى المعارضة إلى الاستمرار في التظاهرات؟ هبة، منذ إعلان هذه الإجراءات الجديدة يعني خرجت عدة أحياء في الخرطوم في مواقع مختلفة، ومنها ما سهر حتى الصباح بالتظاهر في شوارع رئيسية مثل شارع المعرض الشهير شرقي الخرطوم. عادة في الصباح لا تكون هنالك أي مظاهر للحراك الاحتجاجي، ولكن يعني ناشطون وتنظيمات سياسية معارضة قالت إنها ستواصل احتجاجاتها الليلية هذا اليوم. من الصباح رصدنا دعوات عديدة لقوى سياسية مختلفة تطالب فيها السودانيين بالنزول للشارع ومواصلة الاحتجاجات السلمية، وكما أتلفت آخر هذه البيانات هي التي صدرت من الحركة الشعبية المتمردة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، إضافة إلى حزب الأمة الذي أصدر بيانا قبل قليل وقال إنه يؤيد كافة تحركات القوى التي تقود الشارع، فيما يبدو إشارة لتحركات تجمع نقابات المهنية. بالتأكيد سنكون معك محي الدين جبريل مراسل الغد خلال النشرات الإخبارية المقبلة لمزيد من التفاصيل.